Hello and أهلا فيكم بأسبوع جديد. هذا أسبوع حأدرس كتير فيه للامتحانات لأنه عندي 3 امتحانات تنين الجاي that are important. اليوم ما صورت لكم الصبح، هلا الساعة 2، ما صورت لكم الصبح لأنه ما فقت بكير ودغري رحت على التستس. عملتهم بس with so much trouble لأنه اللبنانية الحلوة ما كان عندي رقم للفايل تعولي، فضليت متأخرة على الامتحان حتى عملوا لي رقم بسرعة وعملته للامتحان وكل شيء. وافتر ذات ضليت فتش على رئيسة القسم الانجليش كرمال تزبط لي الوضع وتزبط لي الوضع وترجع تحطوا لي المواد وما بعرف شو على فايل اللي حطوا لي اياه يعني الرقم. ف it was a hassle, it was too much stress for me. اوكي ما عادش بدي احكي عن الموضوع. هلا رجعت على البيت بدي ارتاح شوي وشوف ماما شو بدها يعني بلش بالاكل و I have zero plans. لنشوف شو حاعمل. باي ذا واي ام ريدينج ماغنوليا باركس. اذا حضرته فيديو الاسبوع الماضي ما لحقت خلصه فيه، حخلصه this week ان شاء الله اليوم او بكره، بس most probably بكره. كثير عم حبه، اتس amazing. لما خلصوا بجي لهون وبحكيكن عليه وبقلكن عن شو هيك، لأنه قلت عن شو بهداك الفيديو، فإذا ما حضرتوه برجع بقلكن مرة تانية هون وبقلكن رأيي وكل شيء والريتنج وقصص. بس يعني 80% sure إنه حيكون الريتنج 5 stars. yes. أوكي باي، بدي ارتاح شوي. في صوت لأنه حطيت بالغسالة but حأدرس هلأ وما حتشوفوا وجهي بركي اليوم وبكرة كمان، لأنه ما عم بقدر أحكي ولا حتى أهلي، فكيف إنه إذا بدي أحكي كاميرا وكون energetic وبلا بلا بلا، لأنه صار أسوأ كتير من مبارح to be honest. فأي الستدي حتاخدوا أنتو time lapses و jump cuts هيك تك 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 مثل ما بعمل يعني you know. و love ya, see you when I get better. كذبت عليكم، حتشوفوني عم حتسمعوني بالأحرى عم بحكي، لأنه هلأ عم بلبس ونازلة عند زينة أقعد معها شوي وتسمع لي شوي من الدروس to keep me accountable. هيدي بدها تسمع لي، لخصت 4 صفحات بهيدي الصفحة. فأي وكتير شكلي بينشاف مبين هيك رابر دود you know. فا اوكي انا كتير تعبانة فما بعرف اذا عم ضحك ولا عم كرنج ولا ما بعرف. صوت الكلاب وراي، فاذا عم تسمعوا عو 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 بكون من الكلاب. اوكي let's go. The death to red. Island Vintage Coffee. That place was so good. Okay. Oh. Cultivated these different ideas of what things could be and how they work. It's a you likely know possibility, but I have no idea. Good morning. It's Wednesday. ساعة 10 صار عم بدرس شي ساعة ونص و I'm gonna take a break now لأنه تعبت. Yes, I'm drinking another iced coffee لأنه بحاجة للطاقة صراحة. Don't judge me أو بتكونوا ناس مش منيح. Cooking with Rose. Oh yeah. شو هالبيتش البيرفكت. Anyways, هلا عم بعمل الغدا. أول شي بلشت بـ garlic. توم. الثوم. الذي يطيب كل الأكلات في الحياة. يلي بيطبخ بلا توم بليز ما تكون رفيقة وما تحكي معي بالحياة. المهم عم أشيل التوم، كم تومة؟ بركة 3-4 ما كتار،
وإذا ضربتوهن هيك بتروح القشرة كتير أسرع. فهاك وتكرمه. فإيه بدي أقشرهن وبدي أقصهن، وكمان بصل بدي أقص البصل. ومن بعد البصل شو بنعمل؟ البصل أول شيء بنقصه ترانشات يعني طوال، وبعدين بدنا نقص جزر 3 أو 4 جزرات. هون حطيت بصحن حليب وبهارات، وبالتاني فلاور وبهارات. قصيت دجاج وسمك لعائلتي ولإلي كرمال أعملهم شكلهم مثل الكريسبي. قلينا البصل والهيدا حرقتهم شوي بس it's fine. وبعدين زدت الجزر، بعدين بطاطا نسيت لكم عنهم، شي بطايتين 3 4 10، ومي بنحط فوقهم مي، ومعلقة بهار كاري حار معلقة حلو. وضيعت كل الفتج الباقيين من نحن وعم ناكل، سو ما حتشوفوا هيدا الشيء. سوري. هلا بدي روح عند زينة. عملت صفحتين. اوكي سو هيدي الصفحة يلي لخصتها امبارح وسمعت لها اياها كانت 4 pages لخصتهم ل 1، وهولي 6 pages لخصتهم لهالقد، وهولي 4 pages تانيين لخصتهم لهالقد. فلهلا صرت عاملة 14 out of 55. ف on track I think 10 كل يوم بيكون تمام hopefully، بس ححاول أكتر. المهم حسمع لهول وعم فكر ننزل مع النتينج حتى أعمل نحن وعم نحضر، وشو كمان بس let's go. No cancel me. خلاص I have gone too far. Good morning. اليوم الخميس وحاسة انه حابكي. بلش الدرس على 8 وهلأ 10، وما عملت كتير، يعني ما عملت كتير اشياء. عملت منيح بس انه مش كتير، وتعبان كتير راسي حيفقع. بركة هيك أحسن، شو بعرف. المهم راس حيفقع و my mental health is shit. صحتي النفسية في الكمامة. بعرف إنه ببين هيدا الشيء كتير غبي، بس أي مادة بدها حفظ بتخليني أحس بهيدا الشعور عطول. من ايام المدرسة اذا عندي كويز جغرافيا او اقل شيء، لو عندي صفحة جغرافيا او صفحة تاريخ او تربية، واضرب تربية whatever، لو عندي هيك مادة حفظ ببكي وبصير بيجعني راسي، وبصير بحس انه الدنيا حتنتهي وبتوتر. بكره احفظ. ما بعرف ليه هالقد الشعور قوي، بس وصلت لكونكلوجن يلي هو I think انه بخاف اعتمد على ذاكرتي. هيدا الانجل كتير ببين ماي دبل تشين، بس لازم انه ما اهتم. المهم بخاف اعتمد على ذاكرتي لانه you can't trust your memory. اوكي يعني مثلا اذا ساينس او مثلا بيولوجي او شيء بتتعلموا الكونسبت، بعدين بتطبقوا الكونسبت. فشو ما اجت باي سؤال بوسيبل الكونسبت يو نو ات وخلص. بس هيك يعني كيف بتتعلموا تاكلوا؟ بتتعلموا تشربوا مي، بتتعلموا تنظفوا البيت، بتتعلموا مره وخلص. بس الحفظ they ask you to رايتت مثل ما هي، وما بتكوني عم تتعلمي شيء منها، بس عم تنقليها من الورقة لراسك، من راسك للورقة. That's so dumb and that's so stupid to me. ف بعتقد انه بتوتر اقل بالساينس مثلا الانجليش وما بعرف شو، لانه اللغة مكتسبة، ساينس مكتسب، it's in my brain، خلص موجود تطبيقه. اذا كان شيء حفظ ما بيكون منه in my brain، منه my ideas، منه ولا شيء لإلي. فيعني ما عندي attachment لإله انه كرمال يبقى.
فكرمال هيك وبعد الساعة اللي باي ذا واي فكرمال هيك ب... ب... بتوتر وما بحس انه فيني اوثق ب... بال... بكل الدرس اللي عم بعمله. فهيدا الشيء بيؤدي انه انسى نص الاشياء بالامتحان. فكرمال هيك I'm scared انه ما انجح. كمان ما عندي طاقة صراحة، طاقتي صفر و I need a break لنهار. بس I know انه ما فيني اخذ هيدا البريك، لانه اذا اخذت اليوم الباقي هيدا النهار بريك حموت الثلاث ايام اللي بعدهم، يعني جمعة سبت احد. فبعرف انه لازم خلص بعد اشياء اليوم. واصلا انا عندي ثلاث مواد التنان ومادتين بعدني وضعرتهم لانه عم ركز على هيدا. It's so stupid. I hate it so much. كمان قصة السعلة كتير عم تأثر لي على نفسيتي، لأنه صار لي من أول ديسمبر عم بيصير لي أشياء. أول شيء مرضة حرارة وما بعرف شو، بعدين صار يوجعني ظهري، بعدين إجت شغلة وعملت لها عملية وضلت عم بتوجع فيها لا يعني بركي من 10 days أو شيء هيك. بطلت كتير أتوجع لما أقوم وأقعد وهيك وهيك. وبعدين جيت لهيدا الساعة اللي صار لي 11 days فيها ما عم باخد بريك بهالحياة. أنا ما عاش فيني، ما بعرف ليه أم تروما دمبينج هلأ عليكم، بس حسيت إنه لازم أحكي شيء ولازم ظهرن. فإيه that's what I'm dealing with. إذا أنتوا كمان بتحسوا نفس الشيء أعرفوا إنه ما نكون لحالكم، وإنه مواد الحفظ suck cheese. ايه حعير ساعة لهيك ارتاح ديكمبرس، وبدرس بعد ساعة ونص او اثنين وبعمل الغداء وكل شيء حيكون منيح وخلص. بدي يخلص هالاسبوع، بدي يخلص هالاسبوع. honestly فكرت انه وقف الفلوج وخلص، مش ضروري اعمل فلوج لانه متعودة انا اعمل هيدا الشيء. لما my mental health ما تكون منيحة متعودة انه كيب كل شيء بيبسطني على جنب، ولهيك الله لحاله يخليني ارجع انبسط. ف that is not sustainable و that is not healthy، لانه بعرف شو اللي بيبسطني يلي هو one filming videos و talking و editing و being creative و filming tiktoks هلا عن جديد وكل شيء. فلما اتركهم هول الاشياء بسبب my bad mental health they make my mental health worse. ف حضرني عم بعمل فلوج. وكمان وعدتكم اوكي، بعرف انه ما كتير ناس بيحضروا ماي فيديوز، بعرف وبعرف انه ما حدا حيزعل لانه ما وفيت بالوعد، لانه وعدتكم بهديك الفلوج انه تو فلوج ذا نيكست ويك وقلكم شو رايي عن ماغنوليا باركس لما خلصوا الكتاب. بعرف انه اتس نوت امبورتنت كتير لكتير ناس يعني انه اوفي بوعدي، بس انا كتير متعودة انه ما اوفي بولا وعد بوعده لحالي ولقلكن يعني على اليوتيوب، ويعني الاشياء اللي بتفيدني ولا ماي فيوتشر وهيك كتير متعودة انه حطها على جنب وما اوفي بالوعد لما حس حالي مش منيحة. فكرمال هيك I'm pushing through وصرت 85% من ماغنوليا باركس. ف ما حاعمل فلوج لاشي حيلا ما يلا اليوم، فحاحاول قد ما فيني ادرس وركز واقرا ماغنوليا، ولما خلصه ان شاء الله اليوم، يعني ان شاء الله I'm hoping and praying انه يكون اليوم، لما خلصه بحكيكم وبقولكم my final review وكل شيء. ف love you so much. I hope you're having a good day. وشكرا لانكم بتسمعوني، مع انه انتم ما قلتوا انه ايه بدكم تسمعوني، بس thank you anyways. so كيفكم؟ اشتقتوا لي؟ اليوم بكره، اليوم بكره genius. مثل ما وعدتكم خلصت ماغنوليا باركس عشية امبارح، وهلا تاني نهار اليوم الجمعه بدي احكيكم عنه. ماغنوليا باركس مثل ما قلت لكم انه هو عن علاقة سامة between ماغنوليا باركس و بي جي فالنتاين،
وهول الاثنين بيضلوا بيأذوا بعض بيأذوا بعض بيأذوا بعض وبيأذوا بعض. وانتو بتحبوني كتير، بتحبوا ماجنوليا كتير، بتحبوا بي جي كتير، بس عارفين انه ما بيزبطوا مع بعض، بس هن مش عارفين هيدا الشيء وبيضلوا بيأذوا حالهم. وحبيت كل ثانية من هيدا الكتاب، والفاوند فاميلي شيء مش طبيعي، كأنه عيلتي إلي صاروا كمان، وكتير حبيته. وI can't believe إنه بعد في كذا كتاب بالسيريز لأقرأه وضلني بهيدا العالم. حأبكي قد ما بحبه، أكيد 5 stars ده من أول كلمة قلت لكم أنا prediction إنه حيكون 5 stars، فإيه هو 5. وI love it so much. أكيد حنقي كتاب جديد عشية اليوم وبعملكم أبديت عليه شو نقيت. واليوم درست أقل شوي من يلي لازم، وهلأ إجا نور بدي درسه لإله، ولما هو يفال أنا بدي أرجع أكمل. روحت كل البريشر عن حالي. من بعد ما حكيتكم إجت ماما على البيت وأنا وكنا عم ناكل وكل شي طبيعي، طلعت فيها هيك بلشوا ينزل ودموعي، صرت أبكي إنه ما بدي أدرس حفظ، ما بدي أحفظ، ما بدي أحفظ. فقامت حكتني وقالت لي إنه خلص take all the pressure off، المهم انجح، بس بدي جيب أكثر من 50 ومش مطلوب مني شي تاني. ف I'm studying and I'm understanding everything، وححاول قد ما فيي احكي بلغتي وكون يعني واثقة بعقلي انه حيخدمني مش حينساني ويهرب قبل ما بلش امتحان. بدي ادرس شوي من الكمبيوتر بس هيك يعني اتصفحه كرمال بالمالتيبل تشويس كويستشنز اعمل منيح. بعتقد حييجوا 50 مالتيبل تشويس. وبكره او اللي بعده بدرس الريسيرش. فملحقه، ذاتس جريت اني ملحقه لانه فكرت ما حلحق صراحه، بس لهلا ملحقه وام ستينج اون تراك. بس خلونا ندعي انه لما يروح نور يضل عندي طاقه كرمال ادرس دروسي الي. فلنشوف. هلا انا مأخرته شوي بس حتى اصور لكم هيدا الكليب، فا اي فيل سو باد. وكمان السعلي عم بتصح شوي لانه لقيت دواء جديد، جبت دواء جديد واخذت منه الصبح وبعتقد عم بفيد. فالحمد لله يا رب انه عم بقدر احكي بلا ما اسعل كل ثانيتين. او ماي جاد اجت اول ما حكيت. فا لاف يا مو اسي وانا سي. Any movement not allowing the provision of the organism with oxygen and the elimination of carbon dioxide is a respiratory movement. Pick out the role of respiratory movements من هيدا التكست. Okay. بلش. طيب guys، نور مصر انه هو يكون الكاميرا مان، ما بده يعني حط التليفون على الطاولة. Guys! حكونا الجامعة وقالوا لنا انه تأجلوا امتحانات 6 الشهر ل 20. ف I have so much time انه احفظ عربي. Thank God. هاي شي منيح انه حيصير معي وقت، بس شي مش منيح لانه اللبنانية بتضرب وما بنعرف ايمتى بترجع. ف my fate is in their hands هلا. ف ياي اوكي رجع نشاطنا، حنكمل درس هلا. Goodbye. كثير انبسطت. Thank you.
كليرلي انبسطت امبارح على الفاضي وطلع فالس الارم، فخلينا ندرس. وانا مش عم اوكي وقعت الوردة من هون وهذا الشيء بيمثل عقليتي هلا، فخلونا ندرس. ياي سو هابي سو اكسايتد. معش فيني اتطلع على هول، فحانتقل للانفورماتكس بيسكس. بعد عندي chapter 6 وشوي من chapter 7 وبكون خلصت هايلايتنج وما بعرف شو كل شيء، وذن عشية بس I'll read through them وبتكل على الله صراحة، لأنه يعني multiple choice، إذا I get it I get it، إذا I don't I don't، فخلص I'm taking the pressure off ومعش إلي خلق على حالي صراحة. Hello، اليوم السبت، بعد في الأحد وبعدين عنا امتحان. شو اسمه، صرت الساعة شي 6، اجا نور على الأربعة وفل بركة 5:30، وأنا هلأ عم كمل درس شوي، عم حاول خلص البوكلت كله بعد اللي شي 9 pages 47 من 49 ل 55، يعني 49 50 51 52 53 54 55 بعد اللي 7 pages لحتى لخصهم. يعني هيك بصير بكره ما بكتب شيء بس براجعهم وبرجع يعني بركزهم بماي برين. ف ايه ذاتس واتس جوينج اون، وبدي احاول يعني اخلص قد ما فيني، بركي ماكسيموم 6:30 يعني 40 مينتس معي كرمال روح عند زينة. اذا رجعت وكنت بعد شوي عندي طاقة افتح شوي ريسيرش تكنيكس وهيك يعني، بس اطلع كرمال بكرة ما ضيع وقت انا وعم جمع الفايلز وهيك، اترقن ورا بعد شي ساعتين ثلاثة حتى خلصوا، وراجع الهيومن رايتس لانه الكمبيوتر كتير 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 ايزي، فبس بدي اقرأ السلايدز يعني ولا اسهل وإلا ما انجح فيه يعني. ف that's what's happening. خلصوا my updates. by the way بلشت كتاب جديد اسمه لحظة لشوف الايباد وراكم كرمال هيك، اسمه The Dark Maidens، هو translated بعتقد Japanese question mark، هو عن literature club وبيعمل اشياء غريبة وهيك، والرئيسة تعولته بتموت وبيصيروا يعني بيصيروا اعضاء هيدا الكلوب. اذا عم بحكي غريب بكون لانه كل شوي بتجي السعلة فبحاول وقفها. ببلشوا اعضاء هيدا الكلوب يعملوا قصص، ما لانه هن literature club انه بيكتبوا وهيك، فبيصيروا بيعملوا قصص guessing كيف ماتت، وبعتقد حدا بيكون كتير قريب وما بعرف شو، فانه يعني هيك قتل وقصص ومدرسة وجامعة، ما بعرف اذا مدرسة او جامعة يمكن اكاديمي بس هيك، ف كتير dark academia vibes و I think ححبه لانه يعني ال translation منيحة، writing منيح، مش كتير مبين مقطش لانه من لغة تانية، ف هيدا الشي positive. و ايه خلص عم بحكي كتير فخلينا اسكت خلص هولي وفل باي. Hello guys، اليوم الأحد، مودي تحت الصفر، فقت ودرست وطبخت وأكلت ودرست بعد، وإجا نور وعلمته رجع راح هلأ، وعملت عصير ليمون كرمال ما بدي أشرب نسكافيه تقلت اليوم، فبدي شوية طاقة لكمل درس، وبكرة الامتحانات. فما صورت لأنه ما إلي خلق على حالي، فبعتقد هيدا هو آخر كليب من today's vlog.
من this week's vlog بالأحرى. I hope you enjoyed it. I love you so much. و thank you for being here and listening. و إنه عم تتحملوا هيدي البنت كل يوم بموت شكل. Like, share, subscribe, do all the YouTube things. And I'll see you next time. Bye!